وهذه المشكله هذا تعلم اللي تنشوفوا حنا 3 ايام دابا ما عرفناش، هما علمونا على حساب 8 السوايع تولينا في 3 ايام، 3 ايام ما بقيناش عرفنا حنا، ما بقينا صبنا لا ما تشرب لا ما نغسل الماء لا حتى حاجه، والجو سخون بنمله معروفه بهذه الحراره، ما بقيناش عرفنا دابا اشنو منين غنعمروا. ها هما الناس هنايا كاين اللي من الفجر شاد النوبه، من الفجر كاين اللي من الفجر وشاد النوبه، كيفاش غتوصلنا النوبه؟ شنو شحال بغات تعمر؟ كاينين الناس اللي ناس كبار في السن في الديور ما عندوش كيفاش يدير يخرج يمشي يعمر من الشارج، اشنو ما غيشربش يموت؟ واش ما كاينينش شي ناس اللي مسؤولين اللي غادي يقدروا هذا العطب هذا يصلحوه في مده قصيره؟ ياك قاولونا ب 8 السوايع في الاعلان، قلنا 8 السوايع عمرنا على حساب 8 السوايع تولينا في 3 ايام، الناس دابا راه ضايعه بزاف. كاينين الناس اللي مرض في الدار ما عندهمش اللي يمشي يعمر لهم، ما عندهمش اللي يمشي يعمر لهم، وكيفاش غيشربوا؟ اشنو يمشيو يشريو الماء؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي راه ماشي معقول، هادو بالنسبه للراجل ماشي معقول، هادشي والله ما معقول بالله. فهم السكينه ديال ولاد عياد، حنا دابا نحتاجوا على حساب هذا القطاع ديال الماء، دابا عطاونا على حساب 8 السوايع، حنا دابا ولينا في 8 ايام، حنا دابا السكينه كون ما نحتاصلوش على هذا البير هذا ديال هذا الشاطو هذا، عندنا مشكل في السكينه دابا، راه السكينه دابا حنا اسميتو ديال الماء، عندنا مشكل كبير ديال الماء. طلبوا المسؤولين يطلقوا لنا الماء، وعد ديال 4 السوايع ولا 5 السوايع، حنا ولينا دابا في 3 ايام هذه ولا ما 4 ايام ديال الماء. السكينه كامل بنيه كامله مضره بالماء، ما لقينا ما نشربوا، ما لقينا من باش نغسلوا كاع، تيدخل شي واحد على البيت الماء تيولي عنده مشكل ديال اسمو، ما لقى الانسان ما يشرب باش يغسل باش يدير حتى شي حاجه، وحنا تنحتاجوا على هذا المشكل هذا ديال الماء، خصنا نفكوا لنا هذا المشكل هذا اقرب وقت. حنا هاد الايامات هادي التكرفيس ديال هاد الماء هادي قاطعينو عنا، قاطعينو عنا اليوم هادي 4 ايام، إذا نشوفوا هاد التعسفات ديال هاد الماء هذا اللي قاطعينو عنا حنا 4 ايام هادي ولا 3 ايام، وما عندنا لا ماء، عاد الشاطو هذا ملي هو تنبقاو نضارب ونسقيو، وتنشوفوا واحد النقطة أخرى ثاني، لأن تتعطلي غير الخلصة ديال الماء واحد نهار ولا يومين، تيبداو يدورو ويقطعو يهزو لك الماء كاع، علاش ما يتحزموش وينوضو يطلقو لنا هاد الماء وهاد هادشي هذا ديال التعسفات هاد الماء هذا اللي دايرين لنا هكا وهاد الحالة هادي. زينت بني ملال بان الحراره معروفه بزاف، بني ملال راه عرفتي الحراره تكون فيها 45 حتى 42 والماء ما صابوش الناس، عاد الشاطوات هذا مره يتقطع حتى هو مره يعمروه مره يطلقوه، وهادشي اللي عطى الله وصافي، تنطلبوا منهم يتحركوا يطلقوا لنا الماء خلاص وصافي.